ننزل لتحت بعدين رح نضيف الإيدين قدام ونرجعهم عشان نبلش نحمي كل عضلات الرجلين مع الإيدين كمان. طبعا برنامج عتبة، برنامج على الموسيقى العربية كمان مستوحى من رياضة العتبة الستيب. هلا بدنا نعمل ستيب تاتش اللي هو خطوة نقرة. هلا راح نحط ستيب تاب تاب ونرجع للجهة الثانية. نتعود بس على العتبة، دائما رجلكم كاملة على العتبة زي ما انتم شايفين. نفس الستيب تاب رح نعمل ركبة، ركبة لفوق كمان. كل ما رفعنا الركبة كل ما حرقنا كمان. نحاول نرفع الركبة، برافو. طبعا دائما نحرك الايدين عشان نضفق الدم لكل اعضاء الجسم، هذا كله احماء. هلا رح نعمل حركة جديدة، ني سترادل ني سترادل ني سترادل ني، بعدين نرجع بيسك كمان مرة الجهة الثانية. ني سترادل سترادل يعني العتبة بين الرجلين، بعدين بيسك اللي هي الحركة الرئيسية كمان. نرجع ني سترادل حتى نرفع نبض القلب أكثر، ممكن ننط بالركبة بيسك كمان نط فيه. نرجع هون ركبة مع طيران، بيسك مع طيران كمان. هلأ هون منريح، رح نرجع نرفع نبض القلب، نعمل سكوات على العتبة، سكوات وننزل، سكوات وننزل، قرفصاء السكوات كمان. يلا هيا كمان تنتين آخر مرة. هلأ من هون نرجع ستيب تاتش. هلأ رح نعمل كومبو اللي هو رح نعمل ركبتين بيسك ركبة كمان. نرجع هون ركبتين بيسك ركبة كمان مرة، ركبتين بيسك ركبة كمان مرة، ركبتين بيسك وركبة. نرجع ستيب تاتش. كل مرة بنعمل كومبو يعني عبارة عن جمل حركية متواصلة مع بعض. جاهزة هيا؟ هلا رح نعمل ربع لفة على العتبة. نتفرج هون. الربع لفة ستيب كيك. الربع لفة بصير ظهرنا لورا ستيب كيك. ربع لفة ستيب كيك كمان مرة. ربع لفة هلا بنضلنا ستيب كيك. بنضلنا ستيب كيك. عشان رح نعمل ربع لفة على الجهة الثانية. يلا الربع مع نطة ستيب كيك، الربع لفة ستيب كيك، الربع لفة ستيب كيك، الربع لفة. هلا بنضلنا ستيب كيك كمان. نحاول نمد الإيد مع الرجل ونعمل ستيب كيك لفوق كمان، برافو. هلا رح نعمل العتبة بالطول. نشوف هلا التمارين على العتبة بالطول. رح نعمل استرادل هون، استرادل ونروح على الجهة الثانية. كمان مرة استرادل ونروح على الجهة الثانية. هلا حتى نعلي نبض القلب رح نعملها مع طيران. كمان مع طيران. ايوه. كل ما طرنا لفوق كل ما حرقنا أكثر، وكل ما عليت العتبة كل ما حرقنا أكثر. كله بيعتمد على شدة التمرين. تنتين رح نضيف جمل حركية إله اللي هي هيل كعب. هلأ من هون رح نرجع فيها شوي لورا ونعمل تيرن ستيب يعني لفة. نلف نلف عتبة هون اوفر. يلا هيا خربطتك كمان مرة. تو تيرنز لفتين فوق العتبة كمان. يلا مع تحريك الايدين
فوق العتبة كمان لفتين فوق العتبة كمان لفتين. هلا بنعمل فوق العتبة بس مرة وبنروح على الجهة الثانية لفتين. يلا فوق العتبة ايوه كمان لفتين فوق العتبة تنتين. هلا كل ما صارت الجمل الحركية اصعب كل ما صار الانسان بفكر اكثر وبحرق اكثر. اخر مرة اوفر، خلينا على الاوفر. هلا رح نعمل اوفر لانج لورا هون لانج 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 او كيرتسي كمان. هلا نوقف هون نريح. رح نطلع فوق العتبة هون نمشي عليها. رح نعمل لانج جانبي لانج لانج. جاهزين؟ يلا أسرع يا هيا. يلا كل ما سرعنا كل ما حرقنا وكل ما عليت العتبة. هلا بدنا نعمل تنتين تنتين ونغير. يلا يا هيا كمان ايوه كمان تنتين. اخر مره. هلا بننزل هون ستيب تاتش. رح نعمل ستيب تاتش على العتبه نريح شوي القلب ناخذ شوي هيك بس نريح شوي ورح نرجع. هلا شوفوا شو رح نعمل. رح نعمل سترادل نطلع فوق العتبه. سترادل اللي هي العتبه بين الرجلين. منها لما نطلع فوق رح نعمل كيك هيك كيك كيك. برافو. كل ما علينا الكيك ايوه نحاول نعليها كمان ايوه. نفس الحركة بس على الجانب جانب. نفس الحركة بس لورا. كله برنامج حركة من برامج حركة عتبة اللي هو استعمال العتبة الستيب. شوفوا كيف عم بحرك ايدي عشان كمان احرق سعرات حرارية. هلا من هون برجع لورا. رح نعمل alternate knee هون هون. يعني كل ركبتين ومنغير نهاية العتبة. أيوة دايماً حركوا الإيدين عشان يتدفق الدم أكثر. هلأ من هون رح ننزل زي البيربيز. رح ننزل سكوات نحط إيدينا على العتبة نرجع رجلينا للبلانك نقربهم على العتبة ننط على العتبة ونرجع ننزل. جاهزين؟ يلا ننزل نرجع هون فوق تحت كمان مرة كمان مرة. أيوة كمان تنتين كمان مرة. هلا نريح. برافو هيا ستيب تاتش. طبعا كل ما شدينا شدة التمرين كل ما حرقنا أكثر. ستيب تاتش نحرك إيدينا دائما. هلا لعضلات الإيدين هنعمل بوش أبس بس الوقت شوي أخذنا بس نورجيكم كيف البوش أبس. يا على التوز يا على النيز.
برافو. هلا من هون نقرب رجلينا نعمل استرتش، لانه الوقت داهمنا فسرجناكم حركات البوش ابس على العتبه. نغير هون، يا ريت تعملوا استرتش بس عشان الوقت راح منا. شكرا هيا، شوفكم بالحلقات الجاي وبرامج حركة العربية معاكم في قناة رؤية. ريما عامر.